اهلا بكم طلبه الثانيه اعدادي في درس جديد من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته وكفاحه. تعالوا مع بعض نشوف احداث الدرس ده بتقول لنا ايه. اهلا بكم طلبه وطالبات الصف الثاني الاعدادي. النهارده ان شاء الله هنستكمل باقي دروس الوحده الثالثه. هنتكلم النهارده عن الدرس الرابع، غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوته وكفاحه. في الدرس ده ان شاء الله هنتكلم عن باقي مراحل نشر الدين الاسلامي. احنا في الدروس السابقه اتكلمنا عن المرحلتين الاولى والثانيه من نشر الدين الاسلامي، المرحله السريه والجهر بالدعوه. في الدرس ده ان شاء الله هنتكلم عن المرحله الثالثه اللي هي مواجهه المعتدين على الدعوه، ثم المرحله الرابعه عالميه الدعوه. عندي يا شباب، طبعا بعد ما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسس دعائم الدولة الإسلامية وأصبح عنده دولة إسلامية، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يستكمل باقي مراحل الدعوة الإسلامية اللي احنا اتكلمنا عليها، وهما المرحلة الثالثة زي ما قلنا اللي هي مواجهة المعتدين على الدعوة، ثم المرحلة الرابعة عالمية الدعوة ومواجهة من يقف في نشرها. طيب هنتكلم الأول على المرحلة الثالثة اللي هي مواجهة المعتدين. خاض الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مجموعة من السرايا والغزوات ضد المشركين. يبقى الرسول هنا عمل حاجتين، السرايا والغزوات. طب يا ترى إيه الفرق ما بينهم؟ عندي الجدول ده بيوضح لتعريف السرايا والغزوات والهدف من السرايا والغزوات. طبعا لازم أعرفهم كويس علشان لو جات لي في مقارنة أو ما المقصود. تعريف السرايا يا شباب مفهومها هي حملات وجهها الرسول ضد المشركين ولم يحضرها. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيجهز مجموعة من الجنود، مجموعة جزء من الجيش، وبيرسلوا بيبعتوا لأداء مهمة معينة. يبقى دي والرسول ما بيخرجش معاهم، يبقى هنا اسمها سرايا. الهدف منها ايه؟ اضعاف قوة قريش الاقتصادية. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يضعف قوة قريش الاقتصاديا، علشان لما يضعفهم اقتصاديا مش هيقدروا يجهزوا جيوش، وبالتالي لن يستطيعوا مهاجمة المسلمين. يبقى الهدف من السرايا مرة أخرى إضعاف قوة قريش الاقتصادية ليكفوا كيدهم، يعني يبطلوا تدبيرهم وهجومهم وأعدائهم وتحريضهم لليهود على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فين؟ في المدينة. يبقى دي السرايا، يبقى حملات وجهها الرسول ضد المشركين ولم يحضرها. طب الغزوة؟ لا، الغزوة بقى معارك خاضها المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين. يبقى هنا الجيش خارج يحارب المشركين بقيادة مين؟ بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقول عليها غزوة. طيب الهدف منها ايه؟ قال لي الدفاع عن الدين الجديد وحمايته ونشر مبادئه بين الناس جميعا. يبقى ده الهدف او الفرق ما بين السرايا في التعريف والهدف منها والغزوات. طيب تعالوا كده مع بعض نشوف اهم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. نبص كده نلاقي ان المرحلة اللي هي مواجهة المعتدين بدايتها غزوة بدر 2 هجريا، احد 3 هجريا، والخندق 5 هجريا. عندي بعد كده الجزء الثاني بقى في خيبر 7 هجريا، وفتح مكة 8 هجريا، وحنين 8 هجريا، وتبوك 9 هجريا. طب تعالوا بقى نتكلم عن الغزوات. اول غزوة عندي غزوة بدر. بصوا يا شباب، لازم تعرف تاريخ الغزوة، الاطراف يعني مين ضد مين، المكان حصلت فين، الاسباب ايه، اسباب الغزوة دي بتجيلي في سؤال بما تفسر، وعندك النتائج، ما النتائج المترتبة على الغزوة دي، وكمان الدروس المستفادة من الغزوة دي. يبقى كل غزوة هنتكلم عليها لازم أعرف التاريخ، الأطراف، الأسباب، الأحداث، النتائج والدروس المستفادة. طيب غزوة بدر كانت 2 هجريا، عدد جيش قريش ما بين 900 إلى 1000 مقاتل، المسلمين كانوا 313. الأطراف قريش، قبيلة قريش ضد المسلمين. المكان عند بئر بدر بالقرب من المدينة. ادي الخريطة اهي، اهو يا شباب ادي بئر بدر اهو،
قريب من المدينة المنورة، يبقى ده المكان اللي دارت فيه الغزوة، علشان كده سميتها غزوة بدر. يبقى المكان بئر بدر بالقرب من المدينة. طب الأسباب لما يجي يقول لي بما تفسر قيام غزوة بدر، السبب يا شباب ان اراد الرسول صلى الله عليه وسلم استرداد بعض اموال المسلمين التي استولت عليها قريش. اذا استولت عليها امتى؟ فاكر كده ساعة الهجرة، كان المسلمين لما بيجوا يهاجروا من مكة الى المدينة، قريش كانت بتمسك المسلم اللي بيجي يهاجر وتقول له لا، عايز تهاجر تهاجر لوحدك وتسيب مالك هنا وتسيب فلوسك هنا. فكان المسلمين بيسيبوا اموالهم وينجوا بانفسهم وبدينهم ويروحوا الى المدينة. فأراد الرسول بقى استرداد أموال المسلمين اللي استولت عليها قريش، فاقترح على أصحابه انتظار قافلة تجارية لقريش من بلاد الشام بقيادة أبو سفيان. يبقى كان في قافلة أهو جاية من هنا من بلاد الشام، رايحة فين؟ رايحة مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار على أصحابه إن إحنا هنستنى القافلة دي ونستولى عليها، يبقى إحنا كده رجعنا جزء من أموال المسلمين. وكان قائد القافلة اللي جاية دي التابعة لقريش مين؟ أبو سفيان. طيب إيه اللي حصل بقى؟ الأحداث بيقول لي عندما علم أبو سفيان غير طريقه فنجا من المسلمين. أبو سفيان عرف إن المسلمين مستنينه علشان يستولوا على القافلة بتاعته، اليهود أخبروه، فراح مغير الطريق بتاعه ومشي من طريق تاني غير الطريق اللي كان المفروض يمشي منه، ونجا من المسلمين وفعلا وصل إلى قريش. طب طالما القافلة وصلت إلى قريش والمسلمين ما خدوش الفلوس دي، ليه قريش حاربت؟ قال لك ما هو القافلة دي قدرت توصل بسلام إلى قريش، طب ما ممكن المسلمين المرة الجاية يقدروا يستولوا على قافلة. فخرجت قريش بجيش عدده زي ما قلنا ما بين 900 إلى 1000 لحد ما وصلوا إلى بدر. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج ومعاه 313 مقاتل من الصحابة. أشار الحباب بن المنذر، خلي بالكم بقى من الاسم، أهو اسمه الحباب بن المنذر. الشخص ده أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعسكر المسلمين عند أقرب بئر من أبار بدر. راح قال للرسول يا رسول الله إحنا المفروض نقعد عند أقرب بئر من أبار بدر. هنا الرسول بيعلمنا درس في التواضع، وإن هو الشورى والأخذ من الشورى، ما قالوش لأ وأنا القائد وأنا اللي المفروض تسمعوا كلامي. الرسول شاف إن كلام الحباب بن المنذر صح، إن إحنا إن المسلمين يعني هيبقى معهم المية وقريش لأ. وفعلا دارت المعركة وأخذ الرسول يشجع أصحابه على قتال المشركين وظل يدعو. طبعا الفرق بين العدد كبير، فربنا سبحانه وتعالى أمده بملائكة لتحارب معه ضد قريش. النتائج لما يجي بقى يقول لي ما النتائج المترتبة على غزو بدر، أقول له انتصر المسلمين على المشركين انتصارا عظيما بالرغم من قلة عددهم وعدتهم الأسلحة بتاعتهم. طب لو جه قال لي بما تفسر السبب، هقول له بسبب قوة إيمانهم وأخذهم بأسباب النصر. طب الدروس المستفادة من الغزو بدر، هقول له واحد، التأكيد على مبدأ الشورى، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستشير أصحابه وياخد برأيهم، وإن النصر يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. طيب تاني غزوة عندي هي غزوة أحد 3 هجريا. طبعا قريش إزاي إحنا نخسر السنة اللي بعديها على طول؟ قريش عايزة تأخذ بالصقر، عايزة تاخد بطارها بقى من المسلمين اللي كسبوهم في بدر. كلام ده في السنة اللي بعديها على طول في 3 هجرية. كان عدد جيش قريش 3000 مقاتل والمسلمين 1000. يبقى هنا الأطراف قريش ضد المسلمين، المكان بالقرب من جبل أحد، أهو أدي جبل أحد أهو يا شباب، والمعركة هنا. طبعا أدي مخيم المسلمين، المكان اللي قاعد فيه المسلمين، وهنا صفوف المسلمين الجيش بتاعه، وهنا طبعا صفوف صفوف قريش. الجبل ده هنا الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه الرماه، جبل الرماه. الرسول شاف ان خالد بن الوليد كان لسه لم يدخل في الدين الاسلامي، واقف على جنب بمجموعة من الجنود. الرسول خاف ان خالد بن الوليد ده ياخد جزء من الجيش المشركين ويلتف من حوالين جبل أحد زي ما الأسهم اللي مرسومة دي ويهجم على المسلمين من الخلف. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلع مجموعة من الرماة فوق الجبل هنا وقال لهم ان هم ما ينزلوش الا بأمر من مين؟
من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنشوف بقى هل الرماة التزموا بأوامر الرسول ولا لا. طيب، أسباب الغزوة: أرادت قريش الانتقام من المسلمين زي ما قلنا، يبقى قريش قالت ازاي احنا نخسر من المسلمين في بدر، احنا عايزين ننتقم لما حدث لنا يوم ايه؟ يوم بدر. طيب نبص بقى مع بعض. جهز المشركون جيشا كبير للقضاء على المسلمين، بلغ عددهم 3000 مقاتل، ونزلوا قريبا من جبل احد. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع 1000 من الصحابة، وفي الطريق رجع عبد الله بن ابي سلول. ايوه، مين ده؟ الراجل ده زعيم المنافقين، رجع بتلت الجيش. الراجل ده اسلم، ولكنه اسلم وهو منافق، هو حاقد على الاسلام والدين الاسلامي خلاص، لانه كان زعيم في المدينة. لما جه الرسول صلى الله عليه وسلم اصبح الناس ملتفين حوالين الرسول، فاصبح منافق ومتضايق من الدين الاسلامي. لما لقى ان عدد المسلمين 1000 وعدد المشركين 3000، وهو في الطريق رجع بتلت الجيش، فطبعا ده أثر على عدد المسلمين وجيشه. يبقى مين اللي رجع بتلت الجيش؟ عبد الله بن أبي بن إيه؟ ابن سلول. اختار الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا 50 راميا للوقوف على جبل أحد، وأمرهم بعدم التحرك إلا إيه؟ بأمره. كان النصر حليف للمسلمين في البداية. ركز بقى معايا، أول ما دارت المعركة المسلمين بدأوا يكسبوا، وبدأت قريش تتقهقر تنسحب الى الوراء. بعض الرماة، مش كلهم، بعض الرماة خلفوا اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا علشان ايه؟ علشان جمع الغنائم اللي هي بقى المكاسب، السيف او الاموال او الحصان اللي بيستولوا عليه في الحرب. ده خلى خالد بن الوليد يشوفهم هم نزلوا من فوق الجبل، ويلتف بقى زي ما كانت الرسمة موجودة معانا، ويلتف من وراء الجبل ويهجم على المسلمين من الخلف، ويتحول نصر المسلمين الى هزيمة. يبقى لما يجي يقول لي النتائج المترتبة على غزوة احد، هقول له تحول نصر المسلمين الى هزيمة. يبقى في النهاية انهزم المسلمون بسبب ايه؟ بسبب مخالفة الرماة اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزولهم من فوق الجبل. الدروس المستفادة طبعا من الغزوة دي هي ضرورة الالتزام بأوامر القائد في الايه؟ في الحرب، ان انا لازم اسمع اوامر القائد في الحرب. طيب، سنة 5 هجريا هتحصل غزوة ليها اسمين، يا اما غزوة الخندق يا اما الاحزاب. طب ليها اسمين؟ غزوة الخندق لان المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم حفروا خندق حوالين المدينة زي ما هنشوف دلوقتي، وسميت بالأحزاب لأن قريش هنا بقى ما كانتش جاية لوحدها. في بدر وأحد كان المسلمين ضد قريش، حزب ضد حزب، فريق ضد فريق، إنما هنا قريش ما كانتش جاية لوحدها، ده كان جاية معها أحزاب، معاها فرق، معاها قبائل أخرى سموا بالأحزاب، ولذلك سميت بغزوة الأحزاب. الكلام ده كان سنة 5 هجريا، كان عدد قريش ما يقرب من 10,000 مقاتل ضد المسلمين، وعددهم كان ما يقرب من 3000 مقاتل. يبقى الأطراف قريش وحلفائها ضد المسلمين، المكان حول المدينة. لو بصينا هنا على الصورة يا شباب هنلاقي اهو، ادي المدينة اهي، هنا اللي السهم بيشاور حواليها دي. المدينة بتقع بين جبال اهو، فأشار احد الصحابة على الرسول وهو سليمان الفارسي، شخص اسمه سليمان الفارسي، قال للرسول ايه؟ قال له رسول الله احنا نحفر خندق حوالين المدينة اهو، اللي هو الخندق ده بقى الشكل ده، حفرة كبيرة منين؟ حول المدينة. ليه؟ عشان اقدر احميها. طب هتقول لي ما هو ممكن ينزل بتاع قريش وممكن ينزل ويعدي الناحية التانية. ما هو لو جنود قريش حاولت تنزل المسلمين واقفين هيبقوا اعلى منهم، هيضربوهم بالسهام. طيب، يبقى الاسباب بتاعت المعركة لو قال لي بما تفسر، هقول له استجابت قريش وحلفائها لتحريض مجموعة من سادات يهود بني النضير لقتال المسلمين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم طردهم من المدينة وراحوا قعدوا بقى يشجعوا قريش انهم يحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى مين اللي شجع قريش؟ يهود بني النضير، خلي بالك من الاسم، يهود بني النضير. طيب، خرجت قريش بقى، قلنا في عدد 10,000 مقاتل. الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، سألهم
نعمل ايه؟ فاشار عليه، قلنا سليمان الفارسي، شخص اسمه سليمان الفارسي، بحفر خندق حول المدينة، لذلك سميت بغزوة الخندق. فالرسول عجبته الفكرة واسرع هو واصحابه في حفر الخندق، وانتهوا منه قبل مجيء مين؟ جيش المشركين. خرج الرسول واصحابه في جيش بلغ عدده 3000 مقاتل، عسكره طبعا قريب من الخندق. رأت قريش الخندق، أول ما قريش شافت الخندق قالوا إيه؟ قالوا إنها مكيدة، خدعة ما عرفها العرب من قبل. الخدعة دي أول مرة تتعمل في حروب العرب. ما أنت لو ركزت في اسم الشخص اللي أشار على الرسول بالحفر الخندق، اسمه سليمان الفارسي من بلاد فارس، الراجل ده مش عربي، من بلاد فارس. فالفكرة دي كانت بتتعمل عندهم، وكانت أول مرة تتعمل عند إيه؟ عند العرب. فالقريش فرضوا حصار، قعدوا بقى فرضوا حصار على المسلمين علشان يمنعوا الأكل والشرب عنه. انا عندي جوه بقى في المدينة في يهود اسمهم يهود بني قريظة، كان في بينهم وبين الرسول عهد واتفاق ان هما الاثنين يدافعوا عن المدينة، ولكن يهود بني قريظة خانوا العهد. اهم يهود مين؟ يهود اهم بني قريظة خانوا العهد وانضموا للمشركين وفرضوا حصار من داخل المدينة، فأصبح حصار من الخارج ومن الداخل. ولكن استمر الحصار يا شباب لمدة شهر كامل، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أرسل ريح شديدة اقتلعت الخيام، طيرت الخيام بتاعت المشركين، وقذف الله في قلوبهم الرعب، خافوا من الريح دي ومشيوا. وبكده لم يستطيع قريش تنفيذ المخطط بتاعهم او الخطة بتاعتهم ان هم يحاربوا المسلمين ويقضوا عليهم، وده طبعا انتصار لمين؟ للمسلمين. يبقى لما يجي يقول لي النتائج المترتبة على غزوة الخندق، هقول له واحد، انتصار المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، وعاد المشركون الى بلادهم خاسرين. طبعا الدروس المستفادة، الاخذ بمبدأ الشورى والاخذ بالاسباب والتماس النصر من عند الله، ان انا طبعا اخد بالاسباب واعمل اللي عليا، وان شاء الله النصر من عند ربنا سبحانه وتعالى. هنستكمل ان شاء الله باقي الدرس في فيديو اخر، فان شاء الله انتظرونا.